بس أنا أؤكد على جزئية، أخواني العاملين في القطاع الخاص سواء فصلت بسبب العزمة أو مهدد بالفصل، يعني أي شخص فصل أو تضرر استنادا إلى القرار السابق يجمع أوراقه ويقيد دعوة في المحكمة العمالية، يطالب طبعا فيها بباقي رواتب عقده وعلى المنشأة المدعى عليها عبء إثبات القوة القاهرة والتزام بنص العقد ودفع كامل الحقوق والرواتب، وعلى المنشأة المدعى عليها تقديم البينة على استحالة دائمة مطلقة على تنفيذ العقد إلى نهايته، وليس فقط صعوبة التنفيذ أو إرهاق. وهذا ما يتعلق بالجانب القانوني، فالقانون معكم، المحاكم العمالية إن شاء الله تصفكم. أخيرا بس في الجزئية وهذا الملف، لأنه والله تواصلوا معي كثيرين، إما أنه سرحوا من وظائفهم أو مهددين بالتسريح من وظائفهم، وهذول وراهم مسر وراهم يعولونها وتحدياتنا كبيرة والأزمة مهي بسهلة. يعني أنا أقول حق يعني للقطاع الخاص وأصحاب العمل، دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة ترى أحرجت الجميع بحزمة قرارات وحوافز ودعم ما أتوقع أنه شفناه في أي دولة يعني قامت به. يعني مع هالأزمة عدد من المبادرات التحفيزية أطلقتها حتى تخفف من أثر الجائحة على القطاع الخاص، بما أنه يضمن قدرته على الحفاظ على المواطنين السعوديين في أماكنهم. لكن للأسف، وأنا أقول للأسف وحطوا تحتها كم خط، هناك من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص اللي ما يخجلون من أنفسهم ولا يعرفون معنى الوفاء للوطن وأبنائه، ويحاولون استغلال أزمة كورونا بتعمدهم فصل الموظفين السعوديين تحت ذريعة ما يسمونه القوة القاهرة في نظام العمل، واللي أكيد أنها ما تجيز يعني لهم قانونيا ولا تخولهم حتى باستغلال المادة بغير محلها بهدف أنهم يحافظون على أرباحهم اللي تعودوا عليها قبل الأزمة. يعني أنا أقول القطاع الخاص أمام مسؤولية وطنية ما واجهها من قبل، أولا من أجل الوطن اللي قدم لهم الشيء الكثير وما زال يقدم لهم، وثاني شيء حتى نحافظ على قوة اقتصادنا ولنعزز القوة حتى يمكن الشراء للطبقة الوسطى في المجتمع. هذه الأزمة أظهرت بعد بوضوح نقطة ثانية مهمة وبوضوح فاضح، أن سيطرة العمالة على الاقتصاد للأسف أصبحت خطر حقيقي على أمن الوطني، مو بس حتى على الجانب الاقتصادي بل أبعد من ذلك بكثير. يعني بالتستر والسعودة وهمية يجب أن يعني نتوقف عن جعل الموظف السعودي هو كبش فداء مع كل أزمة، اجعلوا العمالة الوافدة اللي حلت مكان السعودية الأكفأ منها هم الأولى بالاستغناء وليس ابن الوطن.